ولا ننسى انه عندنا دوره برامج جديده لكل مشاهدي قناه الديار. طبعا عندنا عده برامج من ضمن البرامج اللي هي استقطاب المواهب بعد العيد. عندنا استقطاب المواهب اللي يحس عنده موهبه تمثيل غنى. طبعا عندنا برنامجنا اللي يستقطب الموهوبين اللي يحس عنده مراسلين مذيع مقدمين برامج نقول لهم قناه الديار بيبانها مفتوحه، وايضا المصورين احنا باستقبالهم ما بعد العيد. برنامجنا هو استقطاب المواهب لا على التعيين، ممثل ممثله مطرب مراسل مذيع مقدم برنامج. هاي احنا اللي كل ابواب الديار ان شاء الله مفتوحه زين. ما بعد، وانا تنسيقي راح يكون مع قناه الديار، واهلا وسهلا بكم ما بعد العيد ومواهب مفتوحه.